رسالة بطرس الثانية الأصحاح الأول. من سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله، إلى الذين نالوا من فضل إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إيمانا ثمينا كإيماننا. عليكم وافر النعمة والسلام بمعرفتكم الله وربنا يسوع. وهبت لنا قدرته الإلهية كل ما هو للحياة والتقوى بفضل معرفة الذي دعانا بمجده وعزته، فمنحنا بهما أثمن الوعود وأعظمها، حتى تبتعد عما في هذه الدنيا من فساد الشهوة وتصير شركاء الطبيعة الإلهية. ولهذا ابذلوا جهدكم لتضيفوا الفضيلة إلى إيمانكم، والمعرفة إلى فضيلتكم، والعفاف إلى معرفتكم، والصبر إلى عفافكم، والتقوى إلى صبركم، والإخاء إلى تقواكم، والمحبة إلى إخائكم. فإذا كانت فيكم هذه الفضائل وكانت وافرة، جعلتكم نافعين مثمرين في معرفة ربنا يسوع المسيح. ومن نقصته هذه الفضائل كان أعمى قصير النظر، نسي أنه تطهر من خطاياه الماضية. فضاعفوا جهدكم يا إخوتي في تثبيت دعوة الله واختياره لكم، فإذا فعلتم ذلك لا تسقطون أبدا. هكذا ينفتح لكم باب الدخول واسعا إلى الملكوت الأبدي، ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لذلك سأذكركم بهذه الأمور كل حين، وإن كنتم تعرفونها وتثبتون في الحقيقة التي عندكم. وأرى أنه من الحق ما دمت في هذا المسكن الجسدي أن أثير حماستكم بهذا التذكير، وأنا أعرف أني سأفارق هذا المسكن عما قريب كما أظهر لي ربنا يسوع المسيح. فسأبذل جهدي لتتذكروا هذه الأمور كل حين بعد رحيلي. فما اتبعنا نحن خرافات ملفقة حين أطلعناكم على قوة ربنا يسوع المسيح وعلى مجيئه، لأننا بعيوننا رأينا عظمته. فإنه نال من الله الآب إكراما ومجدا حين جاءه من مجد الله تعالى صوت يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به رضيت. سمعنا نحن هذا الصوت آتيا من السماء، وكنا معه على الجبل المقدس، فازداد يقيننا بكلام الأنبياء. وأنتم تفعلون حسنا إذا نظرتم إليه كأنه سراج منير يضيء في مكان مظلم إلى أن يطلع النهار ويشرق كوكب الصبح في قلوبكم. واعلموا قبل كل شيء أن لا أحد يقدر أن يفسر من عنده أي نبوءة في الكتب المقدسة، لأن ما من نبوءة على الإطلاق جاءت بإرادة إنسان، ولكن الروح القدس دفع بعض الناس إلى أن يتكلموا بكلام من عند الله. الأصحاح الثاني. وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع. وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم. ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا ثمانية أشخاص، من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح.
وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم، يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار، هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها. فيصدق فيهم المثل القائل: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل. الأصحاح الثالث. هذه رسالة ثانية أكتب بها إليكم أيها الأحباء، لأذكركم فيهما بهذه الأمور، فأثير الأفكار النقية في عقولكم. فتذكروا الأقوال التي جاءت على ألسنة الأنبياء القديسين، وما أبلغكم رسلكم من وصايا ربنا ومخلصنا. فقبل كل شيء يجب أن تعلموا أنه سيجيء في آخر الأيام قوم مستهزئون تقودهم أهواؤهم، فيقولون: وعد بالمجيء فأين هو؟ آباؤنا ماتوا وبقي كل شيء منذ بدء الخليقة على حاله. فهم يتجاهلون عن قصد أن الله بكلمة منه خلق السماوات وأرضا تكونت من الماء وبالماء، وبها غرق العالم القديم في الماء فهلك. أما السماوات والأرض في أيامنا هذه فبقيت للنار بكلمة الله ذاتها إلى يوم الحساب وهلاك الأشرار. وهناك أمر يجب أن لا تجهلوه أيها الأحباء، وهو أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وأن ألف سنة كيوم واحد. والرب لا يؤخر إتمام وعده ك
كما يتهمه بعضهم، ولكنه يصبر عليكم لأنه لا يريد أن يهلك أحد بل أن يتوب الجميع. ولكن يوم الرب سيجيء مثل ما يجيء السارق، فتزول السموات في ذلك اليوم بدوي صاعق، وتنحل العناصر بالنار، وتحاكم الأرض والأعمال التي فيها. فإذا كانت هذه الأشياء كلها ستنحل، فكيف يجب عليكم أن تكونوا؟ أما يجب أن تسلكوا طريق القداسة والتقوى، تنتظرون وتستعجلون مجيء يوم الله حين تلتهب السموات وتنحل وتذوب العناصر بالنار؟ ولكننا ننتظر كما وعد الله سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها العدل. فابذلوا جهدكم أيها الأحباء وأنتم تنتظرون هذا اليوم أن يجدكم الله بسلام لا عيب فيكم ولا لوم عليكم. واحسبوا صبر ربنا فرصة لخلاصكم، كما كتب إليكم بذلك أخونا الحبيب بولس على قدر ما منحه الله من الحكمة، كما هي الحال في جميع رسائله التي تكلم فيها على هذه المسائل. فوردت فيها أمور غامضة يحرفها الجهال وضعفاء النفوس كما يفعلون في سائر الكتب المقدسة لهلاك نفوسهم. أما أنتم أيها الأحباء فأخبرناكم بهذا، فتنبهوا لئلا تضللكم أخطاء المرتدين فتفقدوا ثباتكم. وانموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى الأبد. آمين.